بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر بمحاضرات الـ ASP.NET، وإن شاء الله اليوم راح نأخذ مجموعة كنترولز أخرى من التول بوكس. اليوم راح نبدي مع الإيمج ماب. طبعا احنا أوريدي أخذنا الإيمج والإيمج بوتون وعرفنا كل واحدة شو الفائدة من عدها. الإيمج ماب أحيانا أني تكون عندي إيمج موجودة، بالطبيعي من أسوي كليك على الإيمج سواء كانت إيمج بوتون أو إيمج اعتيادي أقدر أنتقل إلى مكان آخر، لكن الإيمج هذه ترتبط بإيفنت واحدة الكليك. الكليك لما أسوي عليها كليك راح أنتقل إلى مكان أو أؤدي أي عملية ممكنة. بالإيمج ماب أقدر أقسم الإيمج إلى مجموعة مناطق يسموها هوت سبوت، وكل منطقة تحدد بمساحة اللي هي الراديوس نصف القطر والسنتر مالتها. هذه الاريا من اسوي عليها كليك اسوي شيء من اعرف اريا ثانية وثالثة وهكذا. هذه تفيدني لما يكون عندي مثلا ايمج تخص خارطة لكانتري معين، من اسوي كليك على جهة الشمال ينطيني معلومات عن الشمال، اذا الوسط اذا الجنوب، اذا عندي صورة لكمبيوتر مثلا هذه كليك على السكرين يوديني للأمور اللي تخص السكرين، على الكيبورد على الكيس وهكذا. فأنا ممكن الإيمج صار عندي ماب، صار عندي بها أكثر من أريا، وعلى أساس الأرياز هذه اللي هنا نسميها إحنا هوت سبوت أقدر أتحكم بالانتقال أو أسوي أو أدي أي عملية ممكنة. طبعا بما أنه هي إيمج فأحتاج إلى إيمج يو آر إل، والإيمج يو آر إل معنا لازم أروح أضيف image existing item وأروح للدي images أختار image files وأختار أي صورة ولتكن هاي. أرجع لل البيج وإلى الإيمج ماب وأروح أختار الإيمج يو آر إل، أختار فلاور 3. حاليا هذه عندي إيمج، لكن تختلف عن الإيمج الاعتيادي إن الكنترول اسمه إيمج ماب. الآن راح أبدي أقسم هذه الإيمج إلى مجموعة من الهوت سبوتس، وهنا عندي من ضمن البروبرتيز عندي هوت سبوتس، وأضيف هوت سبوت الأولى اللي هي تتحكم أقدر أحدد الراديوس مثلا 50، والأكس والواي تمثل لي السنتر مال الهوت سبوت مثلا 50 50. هاي الأريا الأولى، وليكن النافيجيت مثلا يروح إلى مكان معين، نافيجيت يو آر إل حتى أتحرك إلى مكان آخر. هنا الراديوس أيضا 50، لكن مثلا السنتر هو 200 200، وهكذا اد مثلا الراديوس 100 والسنتر 300 300، احدد الاكس والواي واحدد الراديوس وليكن بهالشكل هذا. تمام. الآن إذا نفذت وشفت شنو راح يصير عندي، راح أشوف إنه هذه لما أحرك الماوس يتحرك هنا بوينتر اعتيادي، لكن لما يوصل لهاي المنطقة اللي حددتها بالسنتر 50 50 صار عندي هنا البوينتر اختلف على إنه هو لينك. أسوي عليه كليك أو إلى مكان آخر، مثلا هذا أتوقع اللي هو 200 200، وعندي لينك آخر بهالشكل هذا. فإذا قدرت أقسم الإيمج إلى مجموعة من الهوت سبوتس، وعلى أساس كل واحد من عندهم أؤدي شيء معين. مثلا إذا هنا add new web form default 2، وهذه Welcome to
page 2 add a new item workflow default 3 واكتب بها welcome to page 3 وارجع لهذه الديفولت بالهوت سبوت اقدر اتحكم او احدد النافيجيت يو ار ال مثلا بالاريا الاولى اخليه يروح للديفولت 2 وبالاريا الثانيه اخليه يروح الى الديفولت 3 وهذا الاخير اخليه يروح مثلا الى ايمج ونشوف شنو راح يصير نقول اوكي ننفذ لما اسوي كليك على هذه الاريا وداني الى بيج 2 لما اسوي كليك على الاريا الثانيه وداني الى بيج 3 ولما اسوي كليك على الثالثه وداني عرض لي الايمج اللي هي صار عمليه انتقال من مكان الى مكان اخر عن طريق النافيجيت يو ار ال الشيء الاخر اللي يخص الهوت سبوتس انا ممكن استخدم الهوت سبوتس باستخدام النافيجيت يو ار ال وممكن مثلا اذا اضفت او وحده من ذولي اشيل من النافيجيت يو ار ال اللي هي الاولى وهنا اخذ بوست باك فاليو وليكن 10 مثلا او واحدة او اي رقم يعجبني واقول اوكي ونفرض هنا البوست باك فاليو 20 والبوست باك فاليو 30 واحذف ذلك اللينكس كله حددت البوست باك فاليو حتى اعرف شنو المقصود بالبوست باك فاليو وشلون استخدمها دبل كليك على الايمج وداني الى ايمج ماب 1 كليك لكن الكليك احنا عندنا تشتغل على اكثر من جزء فاذا المفروض هذه الايفنت ترجع لي البوست باك فاليو حتى على اساسها ابدي اتصرف مثلا اف اي واحنا متفقين انه اي شيء اي باراميتر احتاجه لازم بالبدايه اروح افحصه وافحص الاي باراميتر حتى اعرف مرجع لي القيمه اللي استفيد منها لو لا هو مرجع لي الان البوست باك فاليو اذا يساوي 10 مثلا ريسبونس دوت ريدايركت واختار http google.com w هنا قلت له اذا البوست باك فاليو يساوي 10 ادي له هاي العمليه وطبعا اقدر اقول له بنفس الوقت else اذا كانت اللي بوست باك فاليو يساوي 20 او 30 او ممكن استخدم السويتش كيس بكيفي المهم انا عندي الشيء اللي اريد اقارن على اساسه اللي هو البوست باك فاليو معناه انا مو شرط طبعا مو شرط بوست باك ريسبونس تو دايركت انه انتقل ممكن ادي عمليه بنفس البيج ممكن اخفي اشياء اظهر اشياء اشوف شنو الشيء اللي انا اريد انفذه لما يصير كليك على هذه الاريا بالضبط خلينا نشوف الان وهذه هي سوينا كليك ما نقلني للجوجل السبب ليش ما نقلني للجوجل لانه انا من استخدمت بالهوت سبوت من استخدمت البوست باك فاليو هنا هو الاوبشن يقول هوت سبوت مود نوت سيت فممكن اقول له استخدم البوست باك اذا اردت استخدم البوست باك فاليو لازم اغير الهوت سبوت مود الى بوست باك والان اشوف الران من اسوي كليك على هذا الجزء يوديني الى الجوجل طبعا النت واقف لكن هو اصلا راح الى google.com اذا الايمج ماب انزل ايمج ماب اختار لها ايمج معينه واروح للبروبرتيز مالتها اللي هي الهوت سبوتس اتحكم ب احدد ارياز على الصوره السنتر اكس واي والراديوس نصف القطر سنتر وراديوس وهكذا هذه الاجزاء ممكن اتحكم بها بطريقتين ممكن اتحكم بها بالنافيجيت يو ار ال انه احدد وين راح ينتقل
او ممكن اكتب كود، الكود اللي اكتبه هي ايمج صاير عليها كليك، لكن الكليك ممكن استفيد بالضبط الكليك وين صاير على يا اريا، فراح استخدم البوست باك فاليو احدد لكل هوت سبوت احدد لها بوست باك فاليو، ولازم اغير الهوت سبوت مود الى بوست باك. هذا ما يخص الايمج ماب. من الكنترولز الاخرى اللي ممكن احتاجها لما يكون عندي ديزاين او يكون عندي يعني اسوي ديفلوبمنت الى ويب سايت، فممكن استخدم الفايل ابلود كنترول. انزل فايل ابلود كنترول كي ارتب مكان الفايل ابلود. شنو الفائده من عنده؟ استفيد من الفايل ابلود لما يكون انا تعرفون وين النت، عندي امكانيه انه اسوي داونلود، يعني اخذ من السيرفر ينزل عندي بالكلاينت، او بالعكس من الكلاينت اصعد اي دوكيومنت عندي سواء كان بالايميل او فيسبوك او اي سيستم. انا ممكن اصعد الدوكيومنتس اللي تخصني اللي تهمني من الكلاينت الى السيرفر. فطبعا بالبدايه يوفر لي امكانيه براوزنج انه اختار الفايل اللي اريده، وبعدين طبعا هذا الفايل ابلود فقط يوفر لي امكانيه براوزنج، لكن حتى اكمل عمليه الابلودنج الحقيقيه اللي هي انه انا اصعد فايل في مكان معين، طبعا لازم استخدم بوتون اخر اللي هو السيف، فراح اضع هنا بوتون ثاني اللي هو خلي اسميه سيف. السيف انا راح اخزنه في المكان اللي يناسبني بالسيرفر، لكن البراوزنج اليوزر راح يستخدمه. خلي اشوف حاليا بدون كود، بس اشوف البراوزنج تشوز فايل. التشوز فايل يوديني الى اي مكان ادور على اي فايل يعجبني بالايمجز مثلا، اختارت صورة معينة هذه واقول اوبن، ما صار شيء بس مجرد اختار لي اسم الصورة. لكن انا المطلوب من عندي شنو؟ المطلوب من عندي اكتب الكود اللي يخص السيف. فممكن ارجع هنا دبل كليك على السيف، وببساطه راح اقول فايل ابلود 1 اللي هو الكنترول اللي يمثل الفايل ابلود، بس سيف از. بالسيف از انا اللي اختاره اكتب الباث اللي راح اخزن به الفايل، سواء كان ايمج او دوكيومنت او واتبر المكان اللي او الفايل التايب اللي اريد اخزنه. فمثلا راح اخزنه على الاي باك سلاش. هنا ممكن استخدم اسم للفايل، او ممكن استخدم الفايل نيم اللي اصلا اخذته من الفايل ابلود، فممكن اقول فايل ابلود 1 دوت فايل نيم. وانا حر ممكن استخدم نيم جديد، وممكن لا فقط احدد الدرايف او البارتيشن اللي راح اخزن به الفايل واستخدم نفس الاسم، ممكن اغير الاسم براحتي. فالآن اللي راح يصير لما أنفذ وأروح أختار choose file واختاريت من الـ images، وبعدين flower 9 وبعدين أسوي save، انتهى الموضوع. الآن إذا رحت إلى الفولدر أو الدرايف دي، العفو درايف اي، المفروض ألقى بالنهاية عندي فلاور 9، المفروض صار لها السيف. هذه هي الفلاور 9 اللي اصلا ما كانت موجوده بالدرايف اي. فدان اقدر انفذ او اقدر اسيف اخزن الفايل بالمكان اللي يناسبني. المفروض يكون عندي فولدر ليوزر معين او لابلكيشن معينه دائما اخزن به الفايلات بالفايل ابلود. تمام. الكنترولز الاخرى عندي كنترول اسمه بانل، وقبل البانل خلي اخذ اوكي، خلي امشي البانل. نزلت بانل. البانل شنو الفائده من عندها؟ الفائده من البانل انه اولد كنترولز دايناميكلي اثناء الرن، يعني الابلكيشن مالتي تحتاج
انه ما تكون ستاتيك، يكون بناء البيج اثناء الرن بالاعتماد على معلومات معينه يظهر شيء معين. يعني مو بالضروره انه البيج يكون بها ايمج وبوتون وتكست، لا، ممكن تكون بها 5 بوتونز، 3 تكست، 2. اليوزر يدخل معلومات معينه على اساسها تنعرض او تتولد بيج كامله. هذا من جهه. ممكن اني اصمم ابلكيشن لجيمز، والجيمز ما راح تكون الامور كلها ثابته، وانما يعتمد على السكيلز مال البلاير، وش قد تظهر عنده كنترولز قدامه. فاحتاج انه اولد كنترولز لكن اثناء الرن، يعني باستخدام الكود. تمام. هني ايش طبعا البانل هي الكونتينر مال الكنترولز اللي تصير او اللي تتولد عن طريق الكود. نزل بوتون هنا، وهذا البوتون عن طريقه راح ابدي اولد كنترولز معينة. مثلا اذا اريد انشئ تكست بوكس، فاجي اعرف variable نوع تكست بوكس، مثلا t1 equals new تكست بوكس. مثل ما اعرف اني مثلا double x integer y، بنفس الطريقة اللي اعرف بها double x و integer y، انا جاي اعرف variable بالحقيقة هو object نوعه text box. زين، طبعا ال t1 صار text box، فاذا الان t1 dot مثلا width يساوي 100، t1 dot text يساوي خلنا نسمي دايناميك تكست بوكس 1. وبعد شنو الاشياء اللي تخص التكست بوكس بروبرتيز ممكن استخدمها. كملت البروبرتيز اللي تخص هذا التكست بوكس، بعدين اجي الى حتى يظهر عندي لازم اقول panel 1 dot controls dot add t1. ونفس الحالة إذا أردت أعرف button b يساوي new button، وأجي أقول b dot width يساوي 150، b dot text يساوي وليكن dynamic button. وبعدها أقول panel 1 dot controls dot add وأضيف البي. الآن راح سوي سيف وأنفذ أشوف شو اللي راح يصير. هذا هو البوتون. من أسوي كليك ضاف لي text box موجود بي dynamic text box، وأقدر أغيره text box اعتيادي. ممكن أتحكم بالcontents مالته، هذا ما كان موجود أصلاً بالبي. وعندي بوتون اصلا ايضا بي اقدر اسوي كليك عليه. طبعا من سويت كليك صار ريفرش للبيج، وهذه احتاج انه بعد اتحكم بالايفنتس اللي تخص هذه الكنترولز. لكن انا حاليا بس بدي اعرف انه البانل اللي انزلها حتى اقدر اولد او انشئ كنترولز اثناء الرن بطريقه دايناميك. الآن لو أشوف التكست بوكس والبوتون اثنينهم على نفس السطر، فأريد أنزل واحد كل واحد على سطر جديد. إذا باستخدام الكود فالمفروض بكل بساطة أجي أعرف literal lt مثلا يساوي new literal، و أجي أقول lt.text يساوي. طبعا احنا نعرف انه الليترال استخدمه حتى اضع بي ال HTML tags. وبعدين اقول panel 1.controls.add. الان شنو اللي راح يصير؟ راح يضاف text box، بعدين يضاف literal، بعدين يضاف عندي
البوتون فرونت رول اوف 5 واسوي كليك على البوتون راح اشوف انه بالفعل صار عندنا تكست بوكس الويدث مالته 100 وموجود به كلمه دايناميك تكست بوكس وعندي دايناميك بوتون اللي هو البوتون اللي تم انشائه. فاذا في حال احتاجيت انه استخدم كنترولز او اولد كنترولز دايناميكلي اثناء الرن لاي سبب كان فممكن استخدم بانل واعرف الاوبجكتس بهالشكل هذا واضيفهم للكنترولز. اوكي بعد من الكنترولز الاخرى خلت حوالي الى بيس ثانيه حتى الاسم ازدحام. من الكنترولز الاخرى اللي ممكن استفيد من عندها بالاس بي دوت نت عندي المالتي فيو اند فيو. المالتي فيو والفيو عاده البيج اللي اعرضها مرات احتاج انه تكون البيج بشكل مجموعه من التابز. الان هذه الابلكيشن اللي عندي من اسوي كليك هنا يظهر لي هذا التاب وكليك هنا يظهر هذا التاب وهكذا. يعني اقدر استغل البيج حجم البيج استغله بالشكل الامثل انه استخدم مالتيبل فيو واضع مجموعه من الفيوز بالاعتماد على اختيار معين اقدر اظهر فيو. ما راح تكون كل الفيوز ظاهره. طبعا الفيو هي ممكن تكون محتويات لبيج كامل ممكن يكون جزء من بيج ممكن يكون مجموعه كنترولز انا واضحها في مكان معين. هسه خلي اشوف شلون استخدمها. اولا المالتيبل فيو نزلتها وبعدين اجي انزل الفيوز. هذه الفيو الاولى طبعا الفيو اذا ما دخلت اذا ما كان ضمن المالتي فيو راح يعترض عندي فلازم انزلها داخل المالتي فيو. صار هنا عندي فيو مالتي فيو 1 وعندي فيو 1 وهاي الفيو 1 هي عباره عن بيج اقدر اكتب بها اي شيء مثلا this is view 1 واقدر انزل بها كنترولز بوتون وكالندر بالشيء اللي يناسبني. هاي الفيو الاولى جيت مره ثانيه جيت على هاي الفيو ونزلت فيو ثانيه. طبعا الفيو الثانيه لازم تكون موجوده ضمن المالتي فيو والا تصير لي مشكله. مرات صعب علي انه اتحكم بيها فممكن اروح للسورس كود واشوف هذه الفيو وين نزلت. الفيو هاي نازله ضمن الفيو 1 لا اطلعها خارج الفيو بحيث تكون ضمن المالتيبل فيو. هاي الفيو مالتي واشوف الديفولت 2 الديزاين مره ثانيه. راح اشوف هنا عندي فيو اخرى واقول this is view 2 وممكن اضع بها فايل ابلود اضع بها اي شيء اخر راديو بوتون مجرد راديو بوتون ليست مجرد حتى اميزها عن الفيو الاخرى. وممكن يكون عندي فيو ثالث وفيو رابع وهكذا. انزل فيو ثالث لكن تلكم موضوع الفيو لما انزله شوية احتاج انه اروح للكود لانه من الصعوبة اتحكم به فاضع هنا واروح لفيو 3 اقول this is view 3. الان لما انفذ هو منو من ذول الفيوز هو الفيو الاكتف. حاليا الاكتف هو ولا واحد اصلا ما منطيل الاندكس الاكتف فلذلك باقي ما ظهر لي اي شيء. حتى اقدر اتحكم بالفيوز اللي تظهر اكو عندي بالمالتي فيو اكو عندي الاكتف فيو اندكس اللي هو يبدا من الصفر لغايه بقيه الفيوز. خلي اقول الاكتف فيو اندكس هو 0 واشوف الرن راح يظهر لي فيو 1 ولو كان الاكتف فيو 1 راح يظهر لي فيو 2 ولو كان الاكتف 2 راح يظهر لي فيو 3. طبعا بكل تاكيد انا ممكن اسهل الامور على نفسي واستخدم دروب داون ليست مثلا وهذا دروب داون ليست اضع به
الفيوز انيبل اوتو بوز باك والايتيمز الموجوده وليكن هنا فيو 1 وفيو 2 وفيو 3 اوكي من اختار الريدي بوتون ليست راح اقول المالتي فيو 1 دوت اكتف فيو اندكس يساوي شنو راح يساوي دروب داون ليست 1 دوت سيلكتد اندكس او ممكن استفيد من سيلكتد فاليو اذا حبيت انه استخدمها. نجي الان فيو 1 هذه هي فيو 2 وهذه هي فيو 3 واقدر اتحكم ب الفيوز. هنا بقيت يعني حافظت على الفيس سايز اللي ما استغليته كله. اكو اشياء مخفيه واكو اشياء تظهر. اقدر هذا الشيء اسويه عن طريق المالتيبل فيو والفيوز. بالبدايه انزل مالتي فيو وبعدين بداخله انزل مجموعه فيوز، وهذه الفيوز مو كلها تكون ظاهره بالمره الواحده، وانما في كل مره اقدر اظهر جزء. مثلا الفيو الاول يخص الستودنتس، الفيو الثاني يعني اوكي انا عندي وليكن بيج تخص انه ادخل بها معلومات ستودنت، فالفيو الاول مثلا يخص البيرسونال انفورميشن اللي هو مثلا اسمه ومعلوماته الشخصيه، الفيو الثاني يخص المعلومات الاكاديميك، الفيو الثالث يخص امور اخرى وهكذا. فبدل ما اظهر كل هاي المعلومات في مكان واحد ويصير ارباك لليوزر، انا اظهر جزء جزء واسمح لليوزر يختار بطريقه معينه، اما عن طريق الدروب داون ليست او عن طريق مجموعه من التابس يختار التاب اللي يريده ويدخل به المعلومات. الكنترول الاخر هو التيبل، استخدم ديفولت 3 وهنا راح انزل بوتون وبعدين انزل تيبل. التيبل هذا ASP.NET Control ASP.NET Table. طبعا هذا دايناميك تيبل، الفائده من عنده انه اظهر الداتا بطريقه تابولر، بطريقه مجدول على شكل جدول. لكن التعامل ويا التيبل الان اذا شفت هنا بالبروبرتيز عندي مجموعه روز ولازم اضيف رو، وبعدين بداخل الرو اروح اضيف الكولومز اللي هي السيلز، وهذا بالديزاين. لكن انا احيانا احتاج انه اظهر معلومات اثناء الرن، احتاج انه انشئ هذا التيبل كله اثناء الرن. فالموضوع دايناميك لكن بسهوله، بمجرد انه اعرف شلون اتعامل ويا التيبل اقدر استخدم يعني شلون اضيف رو، بعدين رو شلون اضيف له سيلز او كولومز. كل ما في الامر انه هذا التيبل الان فارغ ما بيه كل شيء، فبالبدايه لازم اضيف رو، وبعدين بداخل كل رو اجي اضيف سيلز، صار عندي رو كامل. يعني بدا اضيف الرو بعدين انشئ سيلز والحقها بهذا الرو، هذا الرو كله اضيفه للتيبل وهكذا. خلي اشوف باكزامبل بسيط. راح اجي هنا مثلا اقول اعرف تيبل رو tr يساوي new table row. هذا table row حتى اقدر استفيد من عنده لازم اعرف table sales مثلا tc تساوي new table sale. وهذا التيبل سيل ممكن استخدم البروبرتيز مالتها اللي تعجبني، ممكن يكون التكست اضع بها تكست معينه وليكن احمد، وبعدين هذا السيل اضيفه الى الرو. لازم اقول تيبل رو دوت سيلز دوت اد اضيف التي سي حتى ينضاف هذا السيل الى الرو، وبعدها لازم هذا الرو
اضيفها للتيبل تيبل 1 دوت روز دوت اد. صار عندي اكو رو جاهز اللي اسمه تي ار راح اضيفه. طبعا هاي السيل ممكن اتحكم بهواي امور بيها، ممكن اتحكم ب تي سي دوت بوردر ستايل مثلا يساوي بوردر ستايل دوت سوليد واخلي اشوف. هنا صار عندي تيبل بسيل وحده والتكست مالته احمد. طبعا التيبل ما ممكن يكون تيبل يحتوي على سيل وحده، لازم يكون عندي مجموعه روز ومجموعه كولمز. هذا الجزء هذا اكزامبل بسيط، راح اطوره الى اكزامبل اوسع. راح اجي اريد انشئ اكثر من روز اي ايكوالز 1 اي خلنا يساوي 10 اي بلس بلس وبعدين فور انتجر جي ايكوالز 1 جي ليس ذان اور ايكوال 10 جي بلس بلس. في كل مرة هنا راح اجي انشئ رو تي ار يساوي نيو تيبل رو، فراح يصير عندي كم رو؟ راح تكون عندي 10 تيبل روز لانه داخله ضمن الفور الخارجي. وهنا راح اجي اعرف تيبل سيل تي سي تساوي نيو تيبل سيل. هذه السيل الان راح اتحكم بمواصفاتها، مثلا ويد يساوي 50 تي سي دوت بوردر ستايل او بوردر كلر يساوي بوردر ستايل دوت سولت تي سي دوت تكس. التكس هنا راح اقول يساوي اي باي جي دوت توستري. بعد ما كملت مواصفات السيل اللي اريدها راح اضيفها لمن؟ اضيفها للتيبل. اقول تيبل 1 او تي ار سوري دوت سيلز دوت اد اضيف لي هذه السيل. بعد ما يخلص اللوب هذا راح يكون عندي رو كامل. بعد ما يخلص اللوب اللي هو الجي راح يكون عندي رو كامل يحتوي على مجموعة من السيلز اللي هي 10 سيلز. ورا ما كمل هذا الرو راح اقول تيبل 1 دوت روز دوت اد تي ار. بعد ما كمل هذا الرو ضيفه للتيبل وارجع مرة ثانية ابني وهكذا. خليني اشوف هنا من اسوي كليك على هذا البوتون شو راح يظهر لي. ظهر لي تيبل اللي هو يمثل لي جدول الضروب ذول مجموعة السيلز والتكس اللي اختاريته. انا تعمدت انه اختار التكس اللي هو اي ملتبلاي باي جي، فلذلك صار عندي جدول الضرب من الواحد الى 10. وهذا انا حر شنو اضع بداخل التكس، هاو ماني روز هاو ماني كولومز، هذه الشيء راجع الي. وبنفس الوقت طبعا انا عندي داتا اريد اظهرها بطريقه تابولر، ممكن تكون جايبها من داتا بيس، ممكن تكون جايبها من حسابات معينه حسب، لكن اعرف اني بالضبط الداتا مالتي وين صارت باي رو وباي كولوم. وانا هسه ممكن استخدم اقول تيبل، يعني اذا اردت اسوي اكسس لاي سيل فاقول تيبل 1 دوت روز اوف احدد رقم الرو وليكن 2 دوت سيلز وليكن 6 دوت تكست يساوي خلينا نقول هنا مثلا 2 2 6 6 كرقم و اشوف الرن. اذا نشوف هذا السيل اللي هي الرو رقم 2 يعني الروز هنا 0 1 2 ورقم الكولوم رقم 6 اللي هو تسلسلها 7 4 2 1 قدرت اضع به القيمه اللي تناسبني. اذا في هاي المحاضره تعلمنا شلون نتعامل ويا الايمج ماب
تعلمنا شلون نتعامل ويا الفايل ابلود، تعلمنا شلون نتعامل ويا البانل اللي هي استخدمها حتى اضيف دايناميك كنترول، تعلمت شلون اتعامل ويا الفيو المالتيبل فيو، وتعلمت شلون اتعامل ويا الدايناميك تيبل. هذا كل ما يخص هذه المحاضرة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي على الكلاس روم، وشكرا جزيلا لكم.